مشاهدينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، يتجدد اللقاء بكم مع هذه الانطلاقه وهذه المسيره، شوطنا الثاني عشر في مجموع الاشواط وهو شوط الوداع خصص لفئه الزمول لابناء القبائل. نرحل مع الاربعه كيلومترات، نرحل مع هذه المسافه المقرره من نادي دبي للسباق الهجن، ونتابع الصداره، نتابع المقدمه سلهود علي بن خليفه بن بليشه، هو من يتقدم بالمركز الاول على ظهر سلهود، المركز الثاني ذي او الذهب لعلي بن سالم بن سريم، والمركز الثالث نجد سلطان بن عبد الله ابو نواس يقدم نجد، اما المركز الرابع مشاغب حمد بن سالم بن سريم، نتأخر قليلا إلى المركز الخامس، نشوف اللي في المركز الخامس، منو عندنا على خامس المراكز؟ هداج علي بن راشد المبارك المنصوري، والمركز السادس، نشوف شاهين عتيج بن علي بن راشد بالقوم، والمركز السابع غنام سعيد بن عبيد بن خليفة بن رشيد، أما المركز الثامن حملول محمد بن عبيد بالضبيعة، والمركز التاسع شاهين سعيد بن خليفة بن رشيد، أما المركز العاشر فالعندلي بنابت بن سلطان بن علي بن رشيد. هذه الأسماء أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام للمراكز الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. ما زلنا نتابع ونراقب ونشاهد الالتفاف في زاوية الالتفاف، ومن بعد هذه الزاوية بنتجه إلى خط النهاية اتجاه صحيح وسليم. المقدمة سلهود، خليفة بن مفرح بن بليشة من يطلق سلهود في هذا الشوط، وبالمركز الأول بن سليم من يأتي بالمركز الثاني، والمركز الثالث مشاغب حمد بن سالم بن سريم، والنقلة التالية إلى المركز الرابع، نجد سلطان بن عبد الله بن واس الاشتبي رابعا، ونشوف المجموعة الثانية وين عندنا. مجموعتين عندنا، هذه المجموعة الأولى، وبنتأخر قليل للمجموعة الثانية، الهاجمة القادمة أيضا. نشوف خامس المراكز من يأتي، غنام سعيد بن عبيد بن خليفة بن رشيد على ظهر غنام، والمركز السادس شاهين عتيج بن علي بن راشد بالقوم، أما المركز السابع حداج علي بن راشد المبارك المنصوري، والمركز الثامن حملول محمد بن عبيد بالضبيعة، والمركز التاسع شاهين سعيد بن عبيد خليفة بن رشيد، والمركز العاشر العندلي بنابت بن سلطان بن رشيد. هذه العشرة المراكز الأولى مشاهدينا الكرام. نعود إلى المراكز الأولى، ونتقدم مرة ثانية، لنتابع ماذا دار على الصدارة. ماشي هناك خليفة، بن مفرح بن بليشة هو من ما زال في المقدمة، الشوط، هو من يتقدم مع سلهود، هو من ياخذ مجراه وطريقه إلى الناموس، نقول الناموس بيذهب مع هذا الشعار إلى هذه اللحظات، يا مفرح. أما المركز الثاني، يهاجم مشاغب حمد بن سالم بن سريم، والمركز الثالث الذهب لعلي بن سالم بن سريم. هذه المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية بعيد عنا، مثل ما تشاهدون هم بعيد، في مكان يعني بعيد، ولكن نحن نبقى مع سلهود، الذي يقدم أحلى وأجمل عروضه، عرض في هذا الموسم وفي هذا
الميدان الكيلو المتر الاخير نقول بدينا نقترب منه، بدينا نقترب مع سلهود خليفه بن مفرح بن بليش هو من يتقدم بالمركز الاول ويطلق سلهود انطلاقه صاروخيه، انطلاقه صاروخيه بالناموس. الناموس وين؟ وين تبغى يذهب يا خليفه؟ ما ادري وين يسكن، هو الهباب ولا العوير؟ العوير ولا الهباب؟ الناموس، نقول الناموس. الناموس يا خليفة يا بن مفرح، الناموس يا خليفة يا بن مفرح يا بن بليشة. ما شاء الله سلهود انطلاقه، انطلاقه أخيرة، انطلاقه. خلاص خلاص، لا تكلمه، لا تكلمه ولا تقول له شيء، لا تقول له. قدم قدم بما فيه الكفاية، قدم بما فيه الكفاية. إذا ما هناك عائلة بن سليم، عائلة بن سليم، هاجمين هاجمين هاجمين. بالمركز الثاني الذهب لعلي بن سالم بن سليم. بدأ يربك المقدمة يا مفرح، يا مفرح خل عينك ورا. بدأ يربك المقدمة بن سليم، والمقدمة تقترب، والناموس ما أدري وين. عائلة بن سليم يهاجمون مع مشاقب ومع اللي هو الذهب، الذهب ومشاقب هاجمين، هاجمين على مقدمة الشوط، هاجمين على مقدمة الشوط. ولكن سلهود 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 هني مشاقب، مشاقب بن سليم، مشاقب بن سليم ينهي المعركة لصالحه، وفي النهاية ينتصر، ينتصر بن سليم، ينتصر بن سليم، بن سليم ينتصر وينهي الجولة لصالحه وياخذ الشوط لصالحه. تهانينا والناموس الحمد بن سالم بن سليم على فوز مشاقب بالمركز الأول، سلهود الخليفة بن مفرح بن بليشة بالمركز الثاني، المركز الثالث أيضا لبن سليم اللي هو ذهب علي بن سالم بن سليم، المركز الرابع شاهين عتيج بن علي بن راهد بالقوم، والمركز الخامس هداج علي بن راهد المبارك المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الكرام.